مرحبا بكم في كشك الصحافة ونطالع فيه. وفاة ممثل يمني قبل أيام من عرض أول أفلامه. السلطة المحلية في سقطرى تفرض تأشيرة دخول على الأجانب. لاجئ يؤلف رواية من داخل معتقله في جزيرة نائية. ومن أخبارنا المنوعة، رجل يسرق طائرة ويحطم بها منزله انتقاما من زوجته. أهلا بكم. كان يمكنهم أن يقفوا خلف تلك المدافع التي تطلق نيرانها نحو المعالم التاريخية ونحو سد مأرب وتجاه قلب المدينة، لكن حالهم تغير اليوم بعد تركهم القتال في جبهة ميليشيات الحوثي والخضوع لبرامج تهيئة نفسية وعنوان الموقع بوست. أطفال مجندون يتعرفون على معالم تاريخية بمأرب، وقال الموقع إنه ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، نظمت في مأرب رحلة للأطفال المجندين إلى أماكن تاريخية وأثرية وسياحية. وتعرف الأطفال المجندون من الدورة الثانية في المرحلة الخامسة والسادسة التي تنفذها مؤسسة وثاق للتوجه المدني على عرش بلقيس ومعبد أوام وسد مأرب الجديد، إضافة إلى أطلال السد القديم الذي يعد رمزا تاريخيا لليمن. وقال القائمون على المشروع بأن هذه الرحلات وزيارات تعد من أنشطة البرنامج بهدف تعريف الأطفال على تاريخ بلدهم، إضافة إلى أنها تساعدهم على التفريغ النفسي لأنهم يقضون يوما متكاملا في مساحات مفتوحة ومتنوعة. تصدرت موقع صحوانات العديد من الأخبار القادمة من جبهات القتال، حيث عنون الموقع من محافظة حجة 9 حوثيين في قبضة الجيش بحيران. وسرد الموقع تفاصيل وقوع مقاتلي الميليشيا في الأسر، حيث أن أحدهم ظل ينزف لمدة يومين في صحراء حيران بعد أن تركته الميليشيا يواجه مصيره. وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية 5 أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إنقاذ الجريح وإرساله إلى أحد المستشفيات السعودية نظرا لحالته المتدهورة. حفلة تعذيب مفتوحة الدعوة، تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله الذي سرد فيه فضائع ما كان يقوم به المسؤولون عن التعذيب في حكم صالح والذين ساموا الناس سوء العذاب. وقال عبد الوارث في مقال تنشره بلقيس: هل سنحاكم يوما ما قتلة ومعذبي خصوم الرأي والفكرة ومعارضي السياسة؟ سألت نفسي إثر أن قرأت ذات يوم خبرا عن محاكمة القضاء الفرنسي لأستاذ جامعي ثبت أنه كان يعذب أبناء وطنه المعتقلين في سجون فيتنام خلال الحرب العالمية الثانية. ما هذا الهراء الذي أكتبه؟ كيف أتحدث عن محاكمة جلاوزة القتل والقهر والقمع والتعذيب في 70ياتي و80ياتي القرن الماضي، وكأن الحقبة السوداء قد انطوت وملفاتها قد اكتملت ولم يبقى إلا محاكمة رموزها وأدواتها. إن فصول المأساة لم تكتمل بعد. هناك اليوم قتل وقهر وقمع وتعذيب يمارس في معتقلات سرية بالغة السوء وحقيرة الوضع تحت سيطرة السلطتين الحاكمتين، الانقلابية شمالاً والإماراتية جنوباً. وثمة إعلاميون وأهل رأي سياسي وفكري وناشطون حقوقيون ومعارضون للسلطتين في صنعاء وعدن لا زالوا يقبعون في الأقبية خلف الشمس، وتتواتر الأخبار عن وفاة بعضهم تحت وطأة القمع فيما لا يزال ثمة رماق ربما أخير في روح البعض الآخر. إن حفلة التعذيب مستمرة في هذا اليمن كان وحتى هذه اللحظة، والدعوة مفتوحة. إجراءات جديدة اتخذتها السلطات في جزيرة سقطرى، وعنوان موقع الحرف 28: السلطة المحلية في سقطرى تقر منع دخول أي أجنبي إلا بتأشيرة رسمية. وقال الموقع إن المكتب التنفيذي لمحافظة أرخبيل سقطرى أقر منع دخول أي شخص من جنسيات غير خليجية للمحافظة لا يحمل تأشيرة دخول من الجهات الرسمية في الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ رمزي محروس، والذي أوضح أن الحكومة اعتمدت مبلغ 257 مليون لاستكمال مشروع مستشفى 22 مايو وبناء مجمع حكومي ودار للضيافة واعتماد 250 وحدة سكنية لأبناء جزيرتي سمحة وعبد الكوري.
كانت إلى جوارهم مجرد حجر مرمي على الطريق قبل أن يكتشف جنود في عدن أن الحجر ما هو إلا عبوة ناسفة جاهزة للتفجير. وعلق موقع عدن الغد جنود نقطة سوزوكي يعثرون على عبوة ناسفة بهيئة حجر في كورنيش ريمي بالمنصورة. وقال مصدر مطلع في النقطة القريبة من المكان إن العبوة الناسفة التي اكتشفها الجنود كانت على هيئة حجر لتمويه المارة وعدم تفكيرهم أنها مواد متفجرة، مضيفا أنه بعد تفكيك العبوة الناسفة لاحظوا أنها مجهزة للتفجير في أي وقت. وأوضح المصدر أنه بفضل الحس الأمني الذي يتمتع به الجنود من خلال تلقيهم تدريبات مكثفة على اكتشاف الخطر قبل وقوعه. وأضاف الموقع أن العبوة الناسفة اتخذت شكل حجر طبيعي ووضعت بمحاذاة الرصيف الذي تنزل فيه العائلات يوميا ويعد من أكثر المواقع ازدحاما بالمواطنين. مطار الريان بحضرموت واحد من أقدم المطارات في المنطقة وليس في اليمن فقط، وعلى مدى عقود طويلة كان المطار يقدم خدماته بانتظام لتشمل السلطنات وفيما بعد المحافظات المجاورة، وتعزز دوره في الثمانينيات بعد افتتاح المطار الجديد. هكذا بدأ عبد المجيد وحدين مقاله المنشور في صحيفة الأيام مضيفا: بعد أن بسط تنظيم القاعدة سلطته في الساحل كان من الطبيعي أن يتوقف العمل بالمطار، ولكن بعد التحرير كان من المتوقع أن يعاد افتتاحه بعد فترة وجيزة في حدود ما تتطلبه عملية إعادة التأهيل وتمشيط المناطق المجاورة. وقد وعد الرئيس بإعادة افتتاحه قبل ما يقرب من 20 شهر، وكذلك فعل المحافظ السابق والحالي، ولكن بعد مرور 40 شهر منها 28 شهرا منذ التحرير ما زال المطار مغلقا دون مبرر يذكر. فإذا كان لدواع أمنية فتأمين مطار الريان أسهل من تأمين أي مطار آخر في البلاد، وإذا كان بسبب الوظيفة العسكرية فمطار الريان كان دائما ومنذ إنشائه مطارا مدنيا وعسكريا، ولم يتم إغلاقه حتى في أصعب الظروف، ولا توجد ضرورة استراتيجية تستوجب إغلاقه كل هذه المدة مهما كانت الجهات التي تستخدمه. وكنا نتوقع أن يتم إعادة تشغيله على أبواب موسم الحج وبالتزامن مع إعادة افتتاح طريق الشحر، ولكن دون جدوى. رب ضارة نافعة، قصة الحرب والطاقة الخضراء في صنعاء، هذا عنوان لتقرير كتبته عبير واكد ونشره موقع المشاهد نت. ويقول مهندس منظومة الطاقة الشمسية في صنعاء علي حكمة: لا زالت معظم المناطق بالجمهورية اليمنية ومن ضمنها العاصمة صنعاء تعاني من الانقطاع التام لكهرباء الشبكة العامة. صاحب ذلك وفقا لحكمة ارتفاع كبير في أسعار المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية البديلة عن كهرباء الشبكة العامة، مما أدى إلى تحول المواطنين للطاقة الشمسية كخيار بديل لتوليد الكهرباء لسد حاجاتهم المتناسبة بناء على إمكاناتهم المالية، حيث تعد صنعاء من أفضل المناطق في الجمهورية اليمنية والمناسبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية نظرا لارتفاعها عن سطح البحر ويتوفر فيها أعلى معدلات الإشعاع. يضيف علي حكمة: يقدر إجمالي القدرة الإنتاجية للألواح الشمسية التي دخلت اليمن خلال 3 سنوات الماضية من الحرب ما يقارب 400 ميجاوات. يتابع: يمكننا تقدير أن ما تم تركيبه من ألواح شمسية في صنعاء يصل إلى حوالي 150 ألف منزل بمتوسط 200 واط لكل منزل. إذا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. مستمرون معكم في كشك الصحافة ونذهب لمطالعة أبرز ما قالته الصحف العربية والعالمية في الشأن اليمني بالإضافة لبعض الأخبار المتنوعة. فما تزال مجزرة التحالف في ضحيان بصعدة ضد الأطفال تأخذ صداها في الصحف الغربية ومنها صحيفة لابغيس الكندية، والتي ذكرت بأن حصيلة الهجوم على حافلة الأطفال
تزايدت، حيث قال تقييم جديد للصليب الأحمر إن 40 طفلا من بين 51 شخصا قتلوا الخميس في غارة جوية نسبت إلى التحالف، ما أثار موجة من الرفض الدولي. وفقا لترجمة خاصة ببلقيس تضيف الصحيفة، تذكرنا هذه الحصيلة بالضريبة الباهظة التي يدفعها المدنيون في نزاع دام أكثر من 3 سنوات دون أن يلوح في الأفق أي حل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت حصيلتها الجديدة في بيان مقتضب صدر عن مكتبها في صنعاء، وأكدت عدد القتلى بلغ 51 بينهم 40 طفلا، وبلغ عدد الجرحى 79 بينهم 56 طفلا. وأعلن التحالف يوم الجمعة عن إجراء تحقيق حول أضرار جانبية لحقت بحافلة ركاب خلال عملية نفذتها قواته. وفي وقت لاحق دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق موثوق به وفقا لطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وهولندا على وجه الخصوص. وبعد الضجة الإعلامية التي رافقت فيلم 10 أيام قبل الزفة قبل موعد عرضه بالعيد، خبر محزن يفسد فرحة طاقم عمل الفيلم، وذلك بعد وفاة الممثل اليمني الشاب هشام الحمادي إثر حادث مروري في العاصمة المؤقتة عدن. وتعرض الحمادي للحادثة وهو في طريقه من محافظة أبين إلى عدن، حيث أسعف إلى أحد مستشفيات المدينة، لكنه فارق الحياة قبل وصوله وتعرض أحد زملائه للإصابة. وقال المسؤول الإعلامي في فرقة خليج عدن علي بن عامر للعربي الجديد إن الحمادي كان من أبرز نجوم الفرقة وله العديد من المشاركات الدرامية والإذاعية، وشارك الحمادي في بطولة عدة مسرحيات أبرزها عائلة.com وهي واحدة من أقدم مسرحيات الفرقة، إضافة إلى مسرحية كرت أحمر التي عرضت في عدن خلال السنوات الماضية. باب الحرية أحمر، تحت هذا العنوان كتب محمد الدبعي مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في جزء من المقال. الربيع العربي في الحقيقة ما هو إلا بداية للتحرر من الإرهاب النفسي والفكري الذي نعانيه من الأنظمة القسرية، لكن هذا لا يعني بحال الانتقال الميكانيكي أو التلقائي السلس للبناء الديمقراطي، فقد خاضت أوروبا والغرب حربا طاحنة راح ضحيتها أكثر من 10 ملايين شخص، وصرفت عليها تريليونات العالم، وثارت رومانيا على الطاغية تشاوتشيسكو وأوكرانيا في ثورتها البرتقالية وغيرها من الدول، ثم ماذا؟ نهضت هذه الدول بعدها وبنت مجدها مع ثورات تكون التضحيات. المهم في ثوراتنا هو التحول النوعي في إرادتنا ووعينا كأمة، أنه لا عودة عن الثورة مهما طالت فترة الانتقال أو تعثرت أو حتى تراجعت وانتصرت مؤقتا قوى الثورة المضادة. ولا ننسى أنه لا يمكن أن ننسى أنها أطاحت برؤوس 4 مجرمين وأدت إلى تعديلات دستورية مهمة في هذه البلدان إضافة إلى المغرب والأردن، وأفزعت من تبقى منهم. إن استمرينا نسمع لمن يملون علينا إرادتهم ويريدوننا أن نصدقهم بأن الحياة ليست إلا لقمة عيش هنية ومكانا آمنا نسكن فيه، فسنظل آخر التاريخ. لقد صحت شعوبنا بفعل هذه الثورات، وما بعدها لن يكون مثل ما قبلها، ولن يفلح في تركيع شعوب خرجت من طوقها بتنصيب عملاء جدد عليها. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. يدرك بهروز بوجاني الذي هرب من خطر الاعتقال والسجن في بلده إيران، كما ذكر موقع شبكة البي بي سي، أنه سيرسل إلى مركز احتجاز في جزيرة منعزلة ويقضي 5 سنوات فيها بسبب عدم حيازته على الأوراق الثبوتية لطلب الرجوع، رغم أن صيته قد ذاع في معظم أنحاء العالم. وكان بهروز متجها إلى أستراليا برفقة عشرات المهاجرين على القارب عندما صادفتهم البحرية الأسترالية وقادتهم إلى جزيرة كريسمس ثم مانوس الواقعة في بابوا بغينيا الجديدة. يقول بهروز في مقابلة أجرتها معه صحيفة من منظمة هيومن رايتس ووتش إن مركز دراسة طلبات اللجوء الذي يحتوي على مئات المعتقلين عبارة عن سجن رهيب كثرت فيه حالات الانتحار والتعذيب، وصفحة بهروز على تويتر مليئة بصور عن معاناة المعتقلين.
الصالين. لا يزال بهروز يوثق ويدون على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزات السلطات بحق المعتقلين، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى عزله عن زملائه ووضعه في سجن انفرادي لأنه يفضح أعمالهم وأفعالهم بحسب ما كتب بهروز على صفحته. لم يتوقف بوجاني عن الكتابة، وتحسبا لتمزيق السلطات لأوراقه استخدم تطبيق واتساب على هاتفه النقال في كتابة رواية لا صديق سوى الجبال على مدار 5 سنوات. يقول بوجاني: كنت أكتب في كل مرة رسالة نصية وأرسلها إلى صديقي خارج السجن ليجمعها في ملف خاص بعيدا عن خطر تمزيق السلطات لأوراقي. ذاع صيت كتابه في الأوساط العالمية، وبيعت نسخ عديدة منه في حفل افتتاح لكتابه في أستراليا وعلى مواقع الإنترنت، ونال إعجاب العديد من الكتاب والروائيين في العالم، إلى أن تم ترشيح عمله لتحويله إلى فيلم سينمائي. حين غادر السفير اليمني الحالي في الأردن علي العمران العاصمة صنعاء خشية أن تقبض عليه ميليشيا الحوثي، اختار مدينة تعز، وكان لديه اعتقاد يومها أن تعز ستكون المدينة التي ينطلق منها تحرير العاصمة صنعاء، لكن ذلك لم يحدث وأصبحت المدينة التي ينتظر منها تحرير المدن رهينة صراعات تثير الإحباط وتبعث المخاوف. أحد أصدقائي زارني فور وصول تعز وقال: البلاطجة منتظرين السيد على أحر من الجمر. كان ذلك بفعل توجيهات الزعيم يرحمه الله الذي خانه الذكاء والفطنة وحسن التقدير وسلامة التدبير، وقدر أن الانتقام من ثوار فبراير أولى من مواجهة الحوثي الذي لا يشفي غليله سوى رأس الزعيم وجثة الوطن، كما أثبتت التطورات والأيام. منذ تقدم الحوثي نحو صنعاء عبر دماج وعمران، كان سوء تقدير أطراف معنية كثيرة داخلية وخارجية هو ما ساعد الحوثي على تحقيق أهدافه المدمرة حتى اجتياح صنعاء. بعد تطور الأمور إلى المستوى الذي صارت عليه اليوم وبعد مقتل صالح، لابد أن كل الذين استبشروا بالحوثي متقدما نحو صنعاء قد نالهم من الندم والكمد الشيء الكثير، وكل الذين انتظروا الحوثي على أحر من الجمر في تعز وغير تعز لابد أنهم اكتووا بنار السيد الذي كان منتظرا على أحر من الجمر. تعز المدينة والمحافظة هي الأكثر مدنية في اليمن كلها، ويضاف لها مدينة عدن قبل ترييفها ومنشنتها. ما يجري في تعز من منشنة وتناحر الآن يثير الأسى والحزن، ويرجع ذلك إلى أن الرؤية لتحرير اليمن وتعز ما يزال يكتنفها التخبط والبعد عن المسار الصحيح. والمسار الصحيح والأصح هو تشكيل جيش يمني وطني واحد لليمن كلها بعقيدة واحدة وقيادة واحدة، بعيدا عن كل أنواع الغلو الديني والجهوي، وخلافا للمنشنة وتجار الحروب وأمرائها. وطرحت هذا في مؤتمر الرياض مايو 2015، وللمرة المليون فإن الميليشيات الدينية وأمراء الحرب وتجارها والنخبة والأحزمة الأمنية الجهوية وما في حكمها لن تزيد اليمن إلا خبالا، وضررها الآن وفي المستقبل أكثر من نفعها. رجل سرق طائرة وحطم بها منزله بسبب خصومة مع زوجته، حيث وكما ذكرت صحيفة البيان لقي رجل من ولاية تويوتا الأمريكية حتفه عندما استقل طائرة صغيرة مسروقة صدم بها منزله بعد ساعات من اعتقاله وإطلاق سراحه بسبب شجار مع زوجته. ونقلت محطة NBC الإخبارية نقلا عن الرقيبة نويمي ساندوفال في شرطة بايسون أن داونيود استقل طائرة صغيرة من طراز سيسنا 525 ليصدم منزله في بلدة بايسون بعد سرقتها من شركة كان يعمل بها في مطار سبانش فورك. الرقيبة ساندوفال قالت أيضا أن داونيود لقي حتفه في مكان الحادث، بينما تمكنت زوجته وصبية داخل المنزل من الفرار إلى بر الأمان. قال باركر يود البالغ من العمر 17 عاما إن آخر كلمات قالها له والده: أنا أحبك، سأراك غدا، قبل أن يرحل في شاحنته في وقت سابق من اليوم، وإنه لا يزال يحاول تفسير ما فعله والده.
توصل تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد بريس ونقلته صحيفة الشرق الأوسط إلى أن جوجل تتعقب تحركات مستخدميها دون إذنهم، فكثير من التطبيقات الخاصة بشركة جوجل تخزن تحركات المستخدمين حتى وإن استعملوا إعدادات الخصوصية التي تؤكد أنها ستمنع الشركة من القيام بذلك. وأكد باحثون في جامعة برنستون الأمريكية في هذه النتائج، وأفادوا بأن جوجل لا تلجأ إلى طلب إذن المستخدم الخاص للحصول على معلومات عن موقعه في كثير من الأحيان. وأفاد جوناثان ماير وهو عالم متخصص في الكمبيوترات بجامعة برنستون بأن مشكلة الخصوصية هذه تؤثر على نحو 2 ملياري مستخدم في العالم، خصوصا هؤلاء الذين يعتمدون على خرائط جوجل في تحركاتهم اليومية. شركة جوجل نفت مزاعم احتفاظها بمواقع المستخدمين وإمكانية تتبع تحركاتهم متى تشاء، وأكدت أنه يمكن إيقاف تشغيل حفظ المواقع ومسحها أيضا. وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم ننقل لكم صور تتحدث عن الحرب في الحاضر والماضي، وصور بعض الحيوانات جمعتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف. نتابع. وكيف عبر رسام الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.